واش العشوب تيداويو الميكروب؟ الرجولة الا مشات ما بقات حياة. هذه الحالة ماشي غير واحد، بزاف ديال الحالات راه نحكيو لكم في هذه القضية هذه. يلا دوزت واحد السيدة بعد في الواتساب، بالمناسبة رقم الواتساب 06-64-00-33-30 أو 06-64-00-95-50. رقم العيادة هو 05-22-26-90-52. إذا الفحص في الواتساب بحال إلا جالس معايا في العيادة أو حسن من العيادة، أنا نعطيك الوقت الكافي ديالك إن شاء الله فين ما كنتي في المغرب أو لا في أنحاء العالم. إذا يلا دوزنا له هذا الصباح هذا. المشكلة ديال هذا الشاب هذا اللي في عمره 26 سنة تيدير شي علاقة جنسية بعد النوبة بالكبوب وبعد النوبة بلا كبوب، وحنا عدة مرات قلنا لكم حضيو راسكم عندك تنعسو بلا كبوب، لأن شي نوبة راه تبقى بلا فولات وبلا الذكر ديالك، والرجولة ديالك راه تمشي بحال كيما قال لي هذا الصباح. قال لي انا الا مشات الرجوله ديالي ما عندي لاش نعيش، نموت احسن من الحياه. اذا يعني هو شنو طرا له دابا؟ قال لي انا تنشعر بحال الفولات ديالي باردين والذكر ديالي بارد وعندي الحريق يعني في الفولات ديالي وفي الذكر ديالي، وما خلى ما دار من العشوب. اجا انا قلت له العشوب تيداويو؟ بحال واحد السيد دابا عاد كتب واحد التعليق في الواتساب على القلب السريع، قالوا ديروا العسل، كيلو ديال العسل وكيلو ديال كذا والضغموس وافكار من هذا القبيل، هادو كله كلام فاضي، ما كاينش. واش كاين العسل او العشوب تيداوي القلب السريع؟ هذا الكذوب تيتسمى، ما تبقاوش تسمعوا هاد المشعوذين راه تيكتبوا في الفيسبوك بعد النوبات اي حاجه. الله سبحانه وتعالى تيقول يسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. إلا شتي شي واحد كاتب شي حاجة تحقق بعد هذاك السيد اللي كاتب أشنو تيدير؟ أشنو هو؟ واش هي تيكتب في الواتساب؟ هي تيكتب مثلا في انستغرام؟ هي تيكتب في فيسبوك؟ هي تيهضر في فيسبوك؟ أشنو التخصص ديالو؟ أشنو تيدير؟ شنو الوظيفة ديالو؟ ما تبقاوش تسهلكوا أي حاجة يعني بدون علم. كما قلنا الله سبحانه وتعالى تيقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني أهل الاختصاص. إذن هو خدا العشوب وما داروا له والو، وعيا ما يستعمل في العشوب، وهذه دابا سميتو دابا الحريق تيزيد عليه. وغالب الشك يعني دابا انعس مع شي وحده وتصاب شي ميكروب، وداك الميكروب ابقى تيخبط فيه وتياكل فيه. وهذاك الميكروب مثلا شنو يقدر يدير لك؟ يقدر لك يمشي لك الجهاز التبولي، يمشي لك النبوله، يمشي لك الكلاوي، يقدر يمشي لك الجهاز التناسلي ديالك. شنو هو الجهاز التناسلي؟ يعني الذكر ديالك، الفولات ديالك، البروستات، العروق اللي كاينين لداخل. يقدر ينزل لك منك القيح، يقدر ما ينزلش منك القيح. قال لي انا دابا شي كويرات دابا عندي في الذكر ديالي ما عرفتش شنو هما، بحال واحد السيد صافط ليها عاوتاني هذا الصباح، قال لي الله يخليك دابا شي حاجه خرجت له في الجلد ديالو كامله ونعس بلا كبوط. وغالب الشك راه تكون الهربس. كاين واحد الامراض دابا تداوى، إلا خديتي لي زونتيبيوتيك المضادات الحيوية إلا كان ميكروب تيداوى، ولكن إلا كان فيروس بحال دابا الهربيس تيداوى؟ ما تيداواش. بحال كاين واحد النوع عاوتاني خد الفيروس تا هو ما تيداواش، تيتسمى البابيلوم فيروس. بحال السيدة، السيدة دابا راه داوى ماشي بحال الميكروب، إلا كان ميكروب تتاخد المضادات الحيوية تيمشي، والسيدة راه تمشي، السيدة راه تبقى حياة كاملة وأنت تتاخد يعني داك الأدوية هي باش تهدن عليك وباش المرض ما يزيدش عليك. إذا عمر داود ما يعود. واحد المريض كان جا عندي الله هذه يومين، نهار الجمعة كنت في العيادة وكان جا عندي الحمد لله، هو كان يعني شاب واللي كان تيستعمل يعني العلاقات الجنسية بصفة عمياء، نعس مع هذه ونعس مع هذه ونعس مع هذه ونعس مع هذه، واخا كان فيه القيح وهو خدام هو ناعس حتى فشل. ومن يفشل يعني تأزم الحياة ديالو ودخل في واحد الحالة ديال الاكتئاب وما بقى لا يخدم لا يردم. هو كان تيخدم تيصور، لا ما صورش يصور 6000-8000 ريال في النهار، لا ما صور والو. من بعد مني مرض في الدكار ديالو والقيح بقى تيخرج وما بقاش يقوم ديالو، هو كان تيقوم تيضرب ادر واطي اكوش، داك الساعة تصدم سميتو
الحمد لله كان جاي العياد هذه يومين وعطينا الدويات الحمد لله والامور بخير، ولكن غيروا لي في واحد القضيه على ما برا وعطينا داك المضادات الحيويه ليزونتيبيوتيك وبرا الحمد لله وما بقاش يخقيح يخرج له المذكر ديالو. قال لي هذه الايامات عاوتاني نعست مع شي وحده اخرى. قلت له نعاد درت الكبوط؟ قال لي ما درتش. قلت له واش حنا دابا تنتفلاو هنايا؟ واش هذا شي هذا شغل الرجال؟ يعني هلا ربي سلكك واحد النوبه ولا جوج يقدر النوبه الثالثه عمك ما تسلك. عاد انت تنعس مع شي وحده مع بنات الهواء، بنات الهواء تيكون فيهم الميكروبات لعلك تخمل، ولذلك يعني انت تنعس معها وهي لقطات شي ميكروب، هي لقطات الميكروب من عند تقدر هي كاع ما كان فيها الميكروب ونعست مع هذا اللي تنهضر معاه وشد فيه وشد فيها الميكروب، وهي عاوتاني تمشي تجي تنعس معاك ورا تعطيك الميكروب. الا كان الميكروب راه تيداوى بعد النوبات. واحد المريض واحد النوبه شاب صغير كنت دوزت له، قال لي قسما بالله الا الزجاج تنحس بالزجاج يتفرقع عليه في الدكار ديالي. المهم عطينا حتى هو الدواء الحمد لله، ولكن قال لي في عمري في حياتي ما نقيش شي وحده حتى نتزوج باذن الله. يعني حتى الى عملتك العاميه ديال الكبوط. قال واش العشوب تيداويو الميكروب؟ لا، الا قال لك شي عشاب هذا الشيء تيكذب عليك وتيتحايل عليك. وإلا كشتي شي واحد مثلا كان كاتب فيسبوك خذ العسل راه يداوي لك الميكروب وراه يداوي لك القذف السريع، كاين بزاف عندنا المشعوذين مثلا والنصابة اللي تنصبوا على الناس يعني بلا ما يخافوا لا من الله ولا حتى من شي حاجة، ويقدر يدمر لك الحياة ديالك، لأن بعد نوبة داك الميكروب إلا طال يقدر عمره ما يتبرى، وأنت يا ملي مشيت تنعس مع واحدة أخرى عاوتاني راه تعطيها الميكروب اللي عندك. وهكا الامراض يعني الجنسيه عندنا في المغرب تتنقل بزاف عليتنا هذه القضيه، ويقدر كما قال ذاك الرجل قال لي انا فقدت الرجوله ديالي صلاه على النبي ما عندي لاش نعيش، عاش من سوا في عمره 26 عام. اذا ديوا في صحتكم. الله سبحانه وتعالى شنو تيقول؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. علاش انت تمشي تدمر راسك؟ علاش تهلك راسك على دقيقة ولا جوج تنعس مع شي وحدة وتخلي الحياة ديالك تدمرها كاملة؟ تبقى لا قدر الله أصابتك مثلا هاد السيدة مشيتي فيها حياة كاملة، أو لا صابك شي مرض شي فيروس ما تيداواش بيزونتيبيوتيك. أما العشوب وهاد الخرافات حيدوا عليكم هاد الأفكار. حنا ماشي في الزمن دابا ديال العشوب، العشوب يقدروا شي يصلحوا بحال لويزا وداك التواشي وهاد الاشياء هادي. اما باش تداوي الميكروب الا قال لك شي عشابه كعرفوا نصاب، ولا شي واحد كاتب في انستغرام فيسبوك في يوتيوب وكذا، ما تشريوش اي حاجه. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سولوا داك السيد اللي تيبيع اشنو تيدير، اشنو الاختصاص ديالو، واش طبيب واش صيدلي واش كذا، ماشي يقول لكم النصابه غير هما. دابا اي واحد في هادشي اليوتيوب فيسبوك انستغرام تيك توك تيكتبوا وينشروا، وما كاينش هادو الاكثريه نصابين. تنتمناو نيت ان شاء الله باذن الله ان الجهات المختصه تقبض عليهم، وعلى اي حال انتم يعني ما تبقاوش تشوفوا وتسمعوا واللي شتيو ديروه. العشوب ما تيداويوش الميكروب، العشوب ما تيداويوش القذف السريع. إلا كنت مريض سين عن طبيب، طبيب عام، طبيب مختص في الاضطرابات الجنسية، طبيب مختص في المسالك البولية، حتى إلا عملتك العامية سين عن الصيدلي مثلا وشوف معاه إن شاء الله. إذا عمر داود ما يعود، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، خدموا على راسكم وتزوجوا بكري، واش داكم شي علاقات يعني جنسية مع بنات الهوى، وحتى إلا عملتك العامية يعني دير الكبوط. أو لدي العادة السرية على ما يرزقك ربي يعني شوية ديال المال بإذن الله، ويفتح لك أبواب الرزق وتزوج بحالك بحال الناس. شكرا لكم على المتابعة. تمنوا تشاركونا في فيسبوك دكتور بنينشو، في يوتيوب دكتور بنينشو، في انستغرام دكتور بنينشو، في تيك توك دكتور بنينشو. وموعدنا كل يوم الاثنين على الساعة 10 بالليل إن شاء الله. نقوم بفحوصات عن طريق الواتساب 06 64 00 33 30 أو 06 64 00 95 50. الواتساب معمول للفحص فقط ماشي الاستشارة، أو لا نقضوا على الأسئلة ديالكم. إذا كنت باغي الفحص تدخل كود تدخل أوكي تنقل أنا باغي الفحص، أو لا تيلي كونسلتاسيون، أو لا بغيت الفحص، أو لا جو فو كونسلتاسيون. شكرا لكم.